أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل. مواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر الغامق، من يكون واضح معكم أنه غامق. الظهر عندنا من المهوغني الفرنسي بالإضافة للزند والبنجق بالكامل. العود المفاتيح والمسطرة من الأبانوس درجة أولى، الزند عياري، من هون نقدر نتحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن المسطرة، وهذه الميزة أيضا تحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من الكروشنر دوزان فافا. قياسات هذا العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. نبدأ الآن نجري الاختبارات المختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. خلينا نجي الاختبار الأخير، هو العصر فينجر بورد كامل.